وفي ختام التاسعة الليلة مشاهدينا لم يبقى إلا هاجر ومزيد من الأخبار معك. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا. كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال السعودية. وأوضحت الهيئة بأن هذا الاكتشاف الأحفوري يعود لعصر الإيوسين الأعلى ويعد الأعلى الأول من نوعه في السعودية، ويخدم العمل البحثي والعلمي خاصة في مجال الأحافير من حيث أهمية هذه الاكتشافات على مستوى العالم، والتي من شأنها أن تثري الساحة العلمية لما تمثله من عمق تاريخي أحفوري مهم يكشف لنا أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة. قررت شركة تسلا لصناعة السيارات استدعاء نحو 300 ألف سيارة من طرازي 3 و Y صنعت في الصين بسبب عيوب ظهرت في نظام القيادة المساعدة. وقالت السلطات الصينية إنه سيتم الاستدعاء عن طريق الإنترنت لتحديث الخلل الذي يمكن أن يفعل حاليا عن طريق الخطأ حيث يتسبب في تسارع مفاجئ بالسيارة مما يعرض ركابها للخطر. وتتوزع السيارات المستدعاة بين 249 ألف سيارة من طراز 3 و Y إضافة إلى 35 ألف سيارة من طراز 3 المستورد. ويذكر أن شركة تسلا كانت قد استدعت في مطلع يونيو الجاري 7600 سيارة كهربائية جديدة في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في حزام الأمان. في خبر سار لمحبي الشوكولا، كشف باحثون في الولايات المتحدة في دراسة حديثة أن تناول الشوكولاتة في الصباح عند الاستيقاظ من النوم قد يكون له منافع كبرى ومن غير أو غير متوقعة، وقد يساعد أيضا على سد الشهية وخفض مستوى الجلوكوز في الدم. كما أكدت دراسة جديدة في إسبانيا أن مسحوق الكاكاو له فوائد عديدة، من بينها تحفيز الجهاز العصبي وتحسين حدة البصر والذاكرة لدى الشباب الأصحاء وفق ما نشرته مجلة Functional Foods. وأشار الباحثون إلى أن هذا الأمر قد يحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث الإضافية لإثبات صحة هذا التأثير وتطبيق النتائج لتطوير المنتجات الغذائية. أثارت صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قلق المواطنين في بلاده بعد أن ظهر نحيفاً خلال آخر ظهور له. وبثت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية مقابلة مع مواطن كوري شمالي أعرب فيها عن قلقه بعد أن ظهر الزعيم نحيفاً وسط تكهنات بفقدان وزنه بشكل كبير. وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في وقت سابق إنها تراقب عن كثب صحة زعيم الجارة الشمالية، موضحة أنه ليس لديها ما تقوله عن أي علامات غير عادية بشأن صحته. حقق فيلم Fast and Furious 9، وهو الأحدث في هذه السلسلة التي تنتجها شركة Universal Productions، أعلى الإيرادات التي يحققها فيلم سينمائي في عرضه الأول منذ بدء جائحة كورونا، حيث بلغت إيرادات الفيلم 70 مليون دولار من خلال عرضه في 4179 دار عرض سينمائي في أمريكا الشمالية. في أكبر بداية لفيلم في دور السينما الأمريكية ليس فقط منذ جائحة كوفيد-19، بل منذ عرض الجزء التاسع من فيلم حرب النجوم صعود سكاي ووكر عام 2019. نهاية الفقرة مشاهدينا، وعودة إلى الزملاء للختام.